فقال، شوف بقى ده بقى الذكر المضاعف، المضاعفة، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يا سلام. الذكر بقى المضاعف هنا يعني إيه؟ يعني بيعطيك ألفاظا جديدة لم تستمع إليها من قبل، وفيها مفاجآت سارة لكل مسلم يحب أن يتعلم من حضرة سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الذكر مرتبة، تمام، لكن من المهم، من المهم جدا أن يكون لك ورد مثلما كان لحضرة النبي سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه. يعني مثلا سبحان الله وبحمده، هذا ورد يومي. إذا الالتزام بهدي النبي والحفاظ على هدي النبي في الوضوء وأثناء الوضوء مع كلمة الإسباغ، الإسباغ مهمة جدا في حديث سيدنا عمر، فيبلغ أو فيسبغ، معناه أن الإنسان إذا لم يسبغ العضو فلا وضوء له. الإسباغ يعني إيه؟ يعني لا أكتفي بتمرير الماء، أحط كده المية على دراعي وشكرا، لا، أو أغسل إيديا كده بشوية مية، لا، لكن الإسباغ معناه تمرير الماء، تمرير اليد سلاسا، تمرير اليد سلاسة. مثلا من كان له لحية لا يكتفي برش الماء على وجهه، لا، لا بد أن يصل بالماء إلى منابت اللحية، ده معنى الإسباغ. والإسباغ معناه أن المسلم حريص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم دون إسراف في الماء، دون إسراف في الماء. والحديث له بقية نستكملها غدا إن شاء الله تعالى. هي الناس اللي عندها ذكر بتنور ليه؟ اللي واحد وشه منور كده، منور ليه؟ لأنه طول الليل بيسبح، فبيصبح بالنهار منور لأنه كان طوال الليل يجالس النور، الله النور، 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 النور. فعندما يشع النور عليك فاعلم أن يد الله تعالى مملوءة بالخيرات إليك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر مع التسبيح مهم جدا 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 جدا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه 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 ليلا طويلا. دخول الحمام أكرمك الله، وبعد هذا يتوضأ. عن أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني الحمام قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وزاد في حديث آخر: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وكلها معنى واحد بفضل الله تبارك وتعالى. وكان إذا خرج من الخلاء قال:
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا فيما يتعلق بدخول الخلاء والأذكار في الدخول والخروج، وأظنها سهلة محفوظة لديكم. الذكر عند البدء في الوضوء. نبدأ في استعراض الأحاديث النبوية. ورد عند الإمام النسائي أنه وضع يده صلى الله عليه وسلم في الجفنة، الماء يعني، ثم قال: توضأوا ببسم الله. يعني أي حد يتوضأ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وورد في الصحيح أيها السادة الكرام عند مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه: يا جابر نادي بوضوء، فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ يعني استعد يعني. فقال: يا جابر صب علي الماء. فلما صب الماء قال النبي: بسم الله بسم الله. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله. هذه معجزة. فرأيت الماء يفور 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 من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يسم الله عز وجل. يا سلام، لا وضوء لمن لم يسم الله عز وجل. قال البخاري: وهذا أحسن شيء في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي المسند عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هذه حتمية مهمة جدا 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 جدا. لا يحسب لك الوضوء إلا بالبسملة، لا يحسب لا يحسب. وبعد أن ينتهي المسلم من الوضوء ماذا يقول؟ ورد في مسلم الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اسمحوا لي معشر السادة الكرام الأكارم الصالحين الكمل أن أعيد الحديث على مسامعكم الطاهرة. روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ومعنى حديث نختم به: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، فقال الرجل: اللهم إني أسألك الصبر. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت الله البلاء فسل العافية. ومر برجل فقال: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: وما تمام النعمة؟ قال: سألت وأنا أرجو الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة. تمام النعمة النجاة من النار ودخول الجنة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر.
اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. وفي الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، فماذا عن المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث، يعني اتكلم، فكذب ووعد فأخلف، يعني المديون يعني بيداري نفسه عن الناس، بيكذب، وبالتالي الدين جعله كذابا وجعله منافقا. ولذا تعوز النبي من غلبة الدين وقهر الرجال، وتعوز النبي من المغرم، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك وجميع سخطك. مرة ثانية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك.